الانسان في هذا الوقت انه يجزاه خير الجزاء، وكل من وده انه يشارك اسال الله انه لا يحرمه اجر المشاركه في هذا الوقف. اللهم امين. شاهد الكلام، نستعرض لكم الان بعض من تغريدات الفرق دعمكم. نبدا بعبد الله الشمري، بتطلع التغريدات على الشاشه. دوي يكبر الشاشه. اعظم الناس بركه في ماله، اكثرهم صدقه، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقه، وفي الحديث القدسي يا ابن ادم انفق عليك. دعم عبد الله الشمري. حلا يا بعد روحي والله يا ابو شاي، اشكرك على المبادره الزينه، والله يجزاك خير ويكتب اجرك يا بعد روحي الوجه، وشكرا. الله يعطيك العافيه يا ابو مبارك. التغريده الثانيه من فريق دعم عبد الله الروقي، طالع معنا على الشاشه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنه، هكذا، واشار بالسبابه والوسطى، وفرج بينهما خير المال ما اعطي لليتيم. ادخر لنفسك ولمن تحب في صناديق الاخره ما تحب ان تلقاه حين قدومك على الله. دعم عبد الله الروقي. الله يبيض وجيههم ويشكر مسعاهم. انت ابو شايع، انت اخوي زايد سابر، الله يجزاكم خير ويحقق مبتغانا ومبتغاكم، وان شاء الله ان في سفارتكم هذا الاسبوع تقفزون قفزه كبيره بالسفاره، وانتم قدها وجماهيركم قدها، والله يحقق مبتغانا جميعا في اكتمال هذا الوقف. اللهم امين. امين يا رب. دعم سيف المطيري، نستعرض تغريده دعم سيف المطيري، تطلع لكم على الشاشه الان. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه الصلاة عماد الإسلام، والجهاد سنام العمل، والصدقة شيء عجيب، والصدقة شيء عجيب، والصدقة شيء عجيب، الصدقة كنز لا تصل إليه الأيادي، وذخر لا تخاف عليه حوادث الأيام. دعم سيف المطيري. الله يعطيكم العافية. أول شيء شكرا لك أبو شايع، أنت أخوي سابر، والله زايد سابر، فالله يعطيك العافية، وشكرا انك وصلت رسالتهم ولا قصرتوا جميعا. تستاهل. تستاهل الطيب. نستعرض لكم دعم مشاري عمر. اخوي مشاري عمر، تطلع لكم على الشاشه الان. سمع احد التابعين حديثا كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، فكان لا يخطي يوما الا تصدق فيه بشيء. دعم مشاري عمر. الله يجزاك خير يا ابو شايع، وما قصرت على المبادره الطيبه اللي والله كلنا في حاجتها، انكم يعني تكثرون منها، فاسال الله ان يكتب اجركم انت واخوي زايد بن سابر في سفارتكم هذا الاسبوع، الله يوفقكم يا رب. وياك يا ابوي. الان نستعرض تغريده دعم محمد ال عبيان، هو غايب عذره معه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها صدقة جارية، تصدقوا وتذكروا دائما ما نقص مالا من صدقة. دعم محمد آل عبيان وصفقة يا الربع، استاهل. أخونا الكبير الغالي فهد بن فارع، هذه على ما قال مدح فيها خوف وفيها مدح. يقول دعم فهد بن فارع، اليوم انت تعطي وغدا انت ستاخذ، وما اعطيته في الدنيا ستجده امامك في الاخره. قال الرسول صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنه، هكذا، واشار بالسبابه والوسطى وفرج بينهما. دعم فهد بن فارع العتيبي. الله يبيض وجيهكم بياض كل اللي نشوفه ابو شايع، انت ابو سابر على المبادره الطيبه، ولو المبادره ابو شايع تشملنا كل ابونا، وانا اقول الله يبيض وجهك على ما سويت وعلى ما قدمت، انت من قدامك ومن خلفك طال عمرك. الله يطول عمرك، وشاكرين ومقدرين يا ابو فارع. طول عمرك. الحين الشاعر فيصل العرجاني ابو مدعف يستاهل. دعم فيصل العرجاني، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال الرسول
قال الرسول داود مرضى داووا مرضاكم بالصدقة، إن الصدقة تطفي غضب الرب، بادروا قبل أن تغادروا، إن لم تستطيعوا انشروا الأجر والأجر مضاعف. دعم فيصل العرجاني. تفضل 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 يا علي. أول حاجة يا أبو شايع أقول الله يبيض وجهك ويطول عمرك، لا أنت ولا فريق دعمك حيد العين، خلي الصورة كذا على الشاشة. وقمت فريق دعمي الله يجزاكم بالخير يطول عماركم، والدعم هذا الوقف هذا لنا كلنا، مو لك ولا الزايد ولا اللي من قبلك، وكلنا مشاركين ومساهمين. والله يكتب اجرنا واجركم جميع. واجرك الله يعطيك العافيه ابو مدعو. الان سفير الوقف اخوي زايد بن سابر، دعم زايد بن سابر يقول: مما قيل في الصدقه عندما تتصدق فانت لا تنفق نقودك بل ترسلها الى نفسك في زمن آخر. 300 ريال تكفي اليتيم مدى الحياة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعه يعني السبابة والوسطى. أنفق مما تجود به نفسك. دعم زايد بن سابر. الله يعطيك العافية أبو شايع، وشاكر ومقدر لجهودك، وعسى الله ينفع بالمبادرات اللي قاعدين نقدمها والشغل اللي قاعدين نقدمه، وكلنا هنا سفراء الوقف، وبيض الله وجه فريق الدعم اللي ما قصر. واشكرك يا اخوي فهد على شكرك لي قبل شوي. سلامتكم. الله يعطيك العافيه ابو سابر، لكن تعليق على الصوره لبيك مزين. شكرا لك يا حبيبي. اخوي سيف الغالي علينا جميعا، اخوي علي الجعيدي، دعم علي الجعيدي. يرحم والديك. عطنا صوتك انا بدي اخشمك. مما قيل في الصدقة عندما تتصدق فأنت لا تنفق نقودك بل ترسلها إلى نفسك في زمن آخر. وقف الأيتام بالبلد الحرام 300 ريال تكفل يتيما مدى الحياة. أنفق مما تجود به نفسك. دعم علي الجعيدي. الله يطول بعمرك ويكتب أجرك على المبادرة الطيبة، ويكتب أجر الجميع كل من ساهم في ذا الوقف. فحنا واللي خلف الشاشات اتمنى من الجميع ان يساهم في ذا الوقف، لان هذا خير لنا ان شاء الله في الاخره. الدنيا مثل ما انتم عارفين زائله، كل اللي يدور ما عنده الله ان شاء الله في الاخره. الله يكتب اجرك. الله يعطيك العافيه يا ابو صالح. الان شاعر يعني نتغنى بكلماته غال علينا ولا غير قصور في السامعين، اخوي عبد الله الرزقي، شاعر عبد الله الرزقي. قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. المال الذي تملكه الآن هو لحكمة، إن لم تحسن التصرف فيه قبل فوات الأوان ستحاسب على ذلك. لذلك بادر بالإنفاق في سبيل الله، واختر سبيل الصدقة التي يبقى أثرها حتى بعد موتك. ينقطع عملك ولا تنقطع حسناتك بإذن الله. ب300 ريال تستطيع أن تكفل يتيما مدى العمر. بادر بها أن يكون لك أثر في هذا المشروع العظيم قبل انتهائه. دعم عبد الله الرزقي. تسلم أبو شايع. أول شيء شاكرين لك أبو شايع على المبادرة الطيبة، ونشكر فريق دعمي وفريق دعم الشباب اللي مساهمين معنا ومشاركين معنا بالكبيرة والصغيرة. ولا يهون أبو سابر، الله إن شاء الله يعيننا وياكم وتكملوا المسيرة، وحن بعد معكم، والقضية قضية الجميع إن شاء الله، والله يوفقكم. الله يعطيك العافية وياكم. شاكرين مقدرين يا أبو علي. الآن دعم أورنس عبد العزيز. نستغرد نقرأ التغريدة عليكم. بما أنه غائب، أوصان الرسول صلى الله عليه وسلم باليتيم، حتى قال في حديث صحيح: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بإصبعه السبابة والوسطى. ولم يكن هنالك مثلا لتكريم الله سبحانه وتعالى لليتيم أفضل من مولد الرسول الكريم خاتم رسل وخير خلق الله جميعا يتيم. دعم أورنس عبد العزيز. الآن الرجال
احمد عوض. الله يعطيه العافيه اخونا احمد العوض. دعم احمد العوض تحيه ويستاهلون. تحيه لهم. يعطيكم العافيه. يقول فريق الدعم: امر الله عز وجل بالاحسان الى اليتيم، واخذ العهد من الامم السابقه بالاحسان اليهم، وكان الحث على توفير ما يحتاجون وما يطلبون والانفاق عليهم من خير ما ينفق عليه المسلم وينال به الثواب من عند الله، فهنيئا لمن كان لليتيم ابا ومديد عاطفه بجبر كسره وتفريج همه لينال فضل كفاله الايتام في اطهر البقاع الارض مكه المكرمه. دعم احمد العوض. اول شيء الله يعطيك العافيه يا ابو شايع على هذه المبادره الجميله، والله يعطي فريق دعمك العافيه وفريق دعمنا جميعا. والله هذا الكلام اللي المفروض الكل يفهمه او يوصلنا، بدون ما يجينا الكلام هذا، والله احنا عارفين ان هذا، وبعدين باذن الله انكم تمثلون السفاره خير تمثيل باذن الله يا ابو شايع. والله يجزاك خير على هذا المبادره. لا خلا ولا عدل ابو عوض. والان للممثل الكبير راعي المسرحيات اللي تجمل جاله يسلم، شاعرنا ابو غالب. دعم عبد الرحمن غالب يقولون عن سفيان الثوري: ينشرح اذا راى سائل على بابه ويقول مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي. دعم عبد الرحمن غالب. تفضل لسانك. يكبرها المخرج. الله يعافيك والله يكتب لك الاجر. مبادره جدا جميله ويعطيك العافية، الله يوفقك في مسيرتك كونك سفير أنت وزايد سابر، الله يوفقكم يا رب ويعطي فريق الدعم العافية اللي شغالين والناس كلهم اللي شغالين من برا على الوقف والناس اللي من داخل، والله يوفقنا يا رب بإذن الله نتم الوقف أقرب وقت. يعطيك ألف عافية. يا مرحبا. الله يعطيك العافية وبإذن الواحد الأحد. الآن شاعر كبير قدر وكبير عمر وجمعها كله جعله يسلم. دعم مسفر بن رميثة المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضي بين الناس تصدق ولو بالقليل. دعم مسفر بن رميثة وغايب والغايب عذره معه، الله يعطيه العافية. والآن شيخ القرية وشيخ المراجل وشيخ العلوم الطيبة أخوي الغالي وكلنا أخوان مسلط وهو يدري بشيء ذا، الله يطول عمره، خصوصا عن قصة أخوان مسلط وهو يدري بشيء ذا، الله يطول عمره. فدعم مسلط الجبلي تحية لفريق الدعم. والله يستاهلوا. يستاهلون سلاطين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. تصدقوا ولو بجزء بسيط لعل الله يرفعكم منزلة ويبعد عنكم البلاء ويسر لكم أموركم، فضل الصدقة عظيم لا تحرمون أنفسكم. دعم مسلط الجبلي. ما عليكم زود. أشكرك يا أبو شايع وأشكر أخويا زايد، والوقف وقفنا، ونحث الناس على الصدقة، والصدقة أجرها عظيم، وبإذن الله عقبال ما نفرح باكتمال الوقف. الله يعطيك العافية يا أبو عيد، بإذن الواحد الأحد إن على كل شيء قدير. أخوي عثمان ويوي أرحب. دعم عثمان الجنيبي تحية يستاهلون. وتحية بعد في تحية ثانية. تحية ثانية. ما حطوا الصور هذه اللي كذي. البنك الوحيد الذي لديه فروع في الدنيا والآخرة هو بنك الصدقة، تودع فيه بدنياك وتسحب منه في آخرتك، كما لا ننسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكافل اليتيم في الجنة. هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. دعم عثمان الجنيبي. بيض الله وجه فريق الدعم وبيض الله وجهك ووجه فريق دعمك يا عبد الله الكرعاني، جعلك تسلم انت من يسمع، والله يجعل ان شاء الله هذه الوقف هذا ان شاء الله مبروك، وانه يتبارك اكثر واكثر ان شاء الله بالانتهاء ان شاء الله باذن الواحد احد. الله يعطيك العافيه اخوي عثمان. والان نستعرض لكم شخص يعني يغرد معروف بالتغريد، العصفور الجميل
المنشد عبد الله الفريدي. دعم عبد الله الفريدي. حيد العيلة ابو سحاب. الله يعطيكم العافيه يا شباب. يقول فريق الدعم حق عبد الله الفريدي: فلا تحقروا القليل فيمكن لمن لا يستطيع الاستقلال بعينه وقيفة ان يشارك بجزء من ماله حسب طاقته في وقف فيما فما بالك بوقف يقدم اليتيم. فبالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه. ويقول عليه الصلاه والسلام: ومن تصدق بعدل تمره من كسب من كسب طيب ولا يقابل الله الا الطيب فان الله يتقبلها بيمينه ويربيها لصاحبه كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم. فريق دعم عبد الله الفريدي. الله يبيض وجهك ابو شايع. وجه. شكرا على الكلام الحلو اللي لطفت يعني المود فيه طال عمرك. استاهل طال عمرك يا ابو. خلاني اصفر. اول شيء هذه مبادره تشكر عليها طال عمرك. وهذه قضيه كل واحد فيه خير. قضيتنا ان شاء الله كلنا جميعا راح نتمها باذن الله باسرع وقت. وشكرا شكرا لفريق الدعم ما قصروا وعاداتهم والوقفه الطيبه والكلام الطيب. مع السلامة. الله يعطيك الف عافيه. يستاهل الفريدي هذا الاطراء الجميل ولمهنت للسامعين. فالان اطير انا عشان اخوكم الصغير عبد الله الكيرعاني وانا ادري ايش في خطركم. فدعم فريق عبد الله الكيرعاني. يعطيك العافيه ابو سحاب. كفو يا ابو مدحت. بس اللي بنيت انزين انا. يقول فريق الدعم: الصدقة كنز لا تصل إليه الأيادي وذخر لا تخاف عليه حوادث الأيام. فقط ب300 ريال تكفل يتيما مدى الحياة. فريق دعم عبد الله الكيرعاني. وفي ختام هذه المبادرة ما أدري إذا بيعطونا الشباب تغريدة محمد العبيان بما أنه حاضر. لو سمحت يعني طلعها لي يا مخرج إذا ما عليك أمر. محمد العبيان طلع ولا باقي؟ كلام واضح. تقراه يا محمد ولا اقراه لك؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه. وقال صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، ومنها صدقه جاريه. تصدقوا وتذكروا دائما ما نقص مالا من صدقه. دعم محمد العبيان. استاهلون تحيه يا الربع. يعطيهم العافيه. الله يعطيهم العافيه وبيض الله وجهك يا ابو شايع على المبادره الطيبه. انت فريق دعمك وجه. وهذه المبادرات اللي ما تحسف عليها طول عمرك لانها تبقى لك اثر طيب في هذا البرنامج وغيره باذن الله. الله يعطيك العافيه. الشكر لك وللشوامخ على الكلام الطيب اللي قالوه. الله يجعلني فداهم. الله يعافيك يطول عمرك. قبل ما نختم اشكر بالنيابه عني وعن اخوي زايد بن سابر السفراء اللي كانوا قبلنا في سفاره الوقف. الله يعطيهم الف عافيه ويستاهلون تحيه. الشباب اللي قبلنا ما قصروا نمشي على اخطائهم.